تعرفون واحد من يشتري بيت اكيد بيع شغل، فاليوم راح اخذكم الى محل كبير جدا يبيع مواد البناء. طبعا احنا اليوم جاي نشتغل بالصالون، نخلي اللوحات الخشبيه بالسقف، فان شاء الله من ارجع راح اشوف لكم الشغل اللي جاي نسويه، لانه الصالون اخر شيء راح نكمل والبيت يخلص بالكامل. هاي اللوحات الخشبيه اللي نخليها بالسقف، ما تشوفون هاي، وبعدين راح اشوف لكم من ارجع. بالاول لا تنسون اللايك والاشتراك وشاهد الفيديو للنهايه. القناه بها اكثر من 86,000 مشترك والفيديو مرات ما يوصل 2000 مشاهده، يعني هواي ناس دي يقولون الفيديو ما جاي يوصل، يعني ممكن تسوي الغاء وبعدين تشترك مره ثانيه وتفعل زر الجرس حتى يوصل كل جديد. ف خلي اخذكم وياي الى محل كبير جدا ونشوف لكم الاسعار. يلا هاي اجواء الخريف يمنا، شوف تساقط الاوراق، يعني اليوم صراحة بارد شوية، فخلي نروح ونشوف الأسعار ونشوف شو راح نشتري، لأنه لازم أجيب لامينات على مود الصالون. يلا بقوا وياي. وهاي انطلقنا، طبعا مثل ما تشوفون ازدحامات يوم السبت، هسه كم دقيقة ونوصل. هاي زخات المطر، هسه البوليس لو يشوفني يطيح حظي بالغرامة ويمكن يسحب مني الإجازة. خلي اشيل الموبايل احسن لي. شوف رقم السيارة ام ميوزيك، طبعا تقدر تغير رقم سيارة يعني رقم شخصي، بس تدفع 1000 يورو شوية هواية. شوف ميوزيك كاتب. هسه وصلنا مثل ما تشوفون اسمه غاما، عندك 86 محل غاما موجود في بلجيكا. هذول عندهم كل شيء، المواد البناء مثلا الكهرباء، الحديقة، الحمام، المطبخ، خشب، البناء، كل شيء موجود عندهم. فراح نطب جوا ونشوف الاسعار. وهنا تبدا مثل ما نشوف، وحتى ما عندهم سياره ينطوك ساعتين بلاش اذا عندك هذا الكارت بلوس كارت، تقدر تاخذه من غاما كارت الزباين، وكل مره ينطوك تخفيض، يعني من يصير عندك نقاط. نطب جوا ونشوف الاسعار. طبعا انا لازم اخذ هذا اللامينات، المتر مربع 9 يورو و99 سنت، عليها تخفيض، يعني كان السعر 19 يورو و99 سنت، حاليا 9 يورو و99 سنت. هاي اللامينات للصالون. اكو بعد اكثر يعني حسب النوع وحسب الجودة مالتها، يعني اكو حتى ب40 يورو. طبعا المحل كبير جدا مثل ما قلت، وحاليا عليها تخفيض، يعني على هواي شغلات 25%. تعرفون شيتوا على الابواب وجايبين هواي شغلات، لازم اشتري هيك واحد على مود من اسوي نار مرات بالحديقه، بس هذا ب 100 يورو اكو مثله تقريبا ب 50 يورو تشتريه اونلاين. شوف هذا سعره 299 يورو. شوف بعد هاي حلوه كلش، تخليها بالصالون يعني مثل ما تشوف تنطيك منظر كلش حلو، سعره 249 يورو. شوف شوف هاي الصوبة مثل مال العراق، تذكرون؟ حلوة كلش والله. هاي كان سعره 299، حاليا 239.20 سنت. يابا شو ذكريات، بالعراق كان عندنا مثل هاي بس اكبر، وخلي عليها الشغلات الاكل من كان يصير شتاء. وهاي قسم الحديقة، يعني عندك جميع الشغلات اللي تحتاجها بالنسبة للحديقة. هذا القسم هم تحتاجه، يعني شغلات مثلا من تريد تركب مطبخ او صندوق تحتاج هاي الشغلات، بس عندنا هاي الشغلات كلها يعني عندنا بالبيت. شكو شغله جديده يطلع ابوي يجيبها، فعندنا كل شيء من زمان وما نحتاج مثلا نجيب من مكان او ناجر. هذا العازل هواي اشترينا من هذا واستخدمناه للسقف. هذا قسم شغلات مال الحمام، مثلا اذا تريد تشتري حنفيه حسب، مثلا عندك هذا ب 69 يورو، عندك هذا ب 36 يورو، يعني حسب النوعيه وحسب الشغله اللي تحتاجها. هاينا عندك شغلات مال الحمام مثل ما تشوفون حسب يعني النوعيه مثل ما قلت. هاي الاسعار موجوده، بس حلوه هاي، هاي اللون الاسود كلش حلو، شو رايكم؟ اي واحده احلى؟ وهاي الدوش
كل شغلة وسعرها، مثلا سعر الجام، سعر الحنفية، هذا القسم بها بواري وشغلات أخرى ممكن تحتاجها. وهذا العازل طبعا ذاك اليوم كنت راح أشتري، كان راح يكلفني أكثر من 200 يورو. هاي راح نستخدمها على مود السقف مع الصالون، وبعدين نخلي اللوحات الخشبية. تعرفون يعني العازل مهم جدا. فجيران أخوي المغربي انطانا مثل هذا، كان عنده أكثر من 5 رولات مثل هاي، فبهاي الحالة وفرت 200 يورو. هذه اللوحات الخشبية اللي استخدمناها للسقف، يعني أول شيء خلينا العازل وبعدين هاي اللوحات الخشبية. أصلا اشتريت منه، السعر كل واحد 6 يورو و99 سنت، يعني رخيص سعره كلش زين. هذا احنا نسميها جبروك أو هيبروك. هاي عندك هنا الرمل، الشمنتو، الحصو، يعني مثلا هذا تشيس 2 يورو و79 سنت. شوف هاي الأسعار موجودة 2 يورو و59، حسب يعني انت شنو الشغلة اللي تريدها. هذا مثلا 2 يورو و49. شنو هاي هنا، شنو هاي 59؟ لا انا كل مرة اشتري من هاي المحل، يعني اسعارهم معقولة، عندهم خشب، عندهم كل شيء. شوف هذا القسم خاص للعازل، شوف الرول ايش قد 62 ب70. فمثل ما قلت اخذت 4 أو 5 من جيران اخوي المغربي. شوف عندهم هنا حطب التشيز 4 يورو 99 سنت، هاي تستخدمها من تطلع الغابة او بالبيت مثلا من تسوي نار، بس عندنا يعني احنا ما نحتاج نشتريها، عندنا هواي حطب بالبيت. تاخذ 3 1 مجاني. هذا قسم اللامينات، يعني مثل الكاشي كلش حلو. شوف فعندك اكثر من نوع مثل ما تشوفون هنا، مثلا تختار النوعية اللي تريدها. يعني خلي نشوف الاسعار، مثلا هذا 31، هذا 9 يورو 99 سنت، هذا 9 يورو 99 سنت، 9 يورو 99 سنت، وعندك ب27 يورو، عندك ب24، حسب النوعية. ذاك اليوم اشترينا من هذا، كان عليه تخفيض، يعني هو اصلا ب20 يورو بس عليه تخفيض. انتم برايكم اكثر لون حلو شنو؟ يعني بالنسبة للحيطان لون ابيض، شنو اللون اللي يناسبه؟ انا اقول لون يمكن حليبي او هذا اللون حتى رصاصي حلو. شو رايكم؟ والله حيره ما اعرف شنو اشتري. هاي بعد عندك هنا انواع اخرى، شوف 25 ب25، هاي للميتر مكعب. شوف يعني مثل كاشي 15 يورو و99 سنت. واذا تريد كاشي هم عندهم كاشي، بس احنا كاشي وهاي الشغلات اكثر شيء بس احنا الكاشي وهاي الشغلات نشتريها من المحلات المغربية بروكسل. يعني اكو هواي محلات بروكسل ارخص من هاي الاسعار، بس اكو شغلات نحتاجها لازم نشتريها من غاما، مو كل شيء مثلا موجود بمحلات المغربية ولا تراك. وغاما قريبة، يعني واحد مثلا يحتاج شغلة مو لازم يروح البروكسل، لانه موجود ناب ألص تجي تاخذه خلال 5 دقائق. وهذا قسم الخشب، يعني اي شيء اي قطعة تحتاجها ممكن تجي تاخذ من هذا المحل، عندهم جميع القياسات. شوف هاي كل شيء عندهم. تحتاج قطعة مثلا بوري او شيء موجودنا 7 يورو، 23 يورو، هذا 29 يورو، حسب الشغلة اللي تحتاجها هاي الأسعار. أهم من الشغلات تحتاجها مثلا للحديقة، مثلا تشتريها هاي يكفي تقريبا 200 متر مربع، 23 يورو، هذا 250، 34 يورو، 34 يورو 99 سنت. بعد عندك شغلات مثلا الحشرات، شغلات يعني تحتاجها مثلا للخضروات او شغلات، يعني كل شيء موجود عندهم. شوف هاينا
هاي تحتاج لل مثلا صراصير الورود. نشوف علامة برومو يعني عليها تخفيض، فمسوين تخفيض تقريبا على كل شغلات موجودة هنا. طبعا قبل كم يوم كان عيد ميلاد المحل، يعني هذا المحل صار له 45 سنة، يعني غامة موجودة ببلجيكا من 45 سنة. هسه ما أعرف يا لون آخذ بالنسبة للامينات. هذا على الأبيض هم حلو، هذا حلو، حيرة والله. هاي شنو هنا بعد؟ هاي هم لامينات، هاي حلوة تستخدمها للحائط مال اللي تخلي بيها التلفزيون من تسوي ديكور، كلش حلو. هنا مخلين 20% تخفيض. هاي الأسعار. طبعا ذاك اليوم جاء عندنا حنفية بيها عطل، قبل سنة ونص اشتريت من غاما يعني من هاي المكان، فجبت هنا طاني واحدة جديدة كان حقها 100 يورو، اعتقد كان واحدة من هاي، والله ما اتذكر شنو، بس واحدة من هاي طاني واحدة جديدة ب 100 يورو لانه كان عندي ضمان. هذا قسم الصبغ، يعني هذا الماركة كلش زينة ليفيس، دائما ابوي يجيب منه صبغ مال الخشب، صبغ مال الحيطان، كل شيء عندهم. شوف مثلا هذا مال الحيطان سعره 28 يورو 49 سنت. عندك هواي انواع، بس هذا الماركه احسن من غاما، هم عندهم مال غاما وعندك ليفيس، بس عندنا هاي الشغلات كلها بالبيت. بمناسبة 45 سنة هذا سعره كان 96 يورو و99 سنت، حاليا 49 و99 سنت. 10 لتر صبغ يعني رخيص كلش. شوف مثلا هذا رقم 31 هنا 31، يعني هذا يطلع هيج. طبعا بعد نصف ساعة من التفكير قررت اخذ هذا احتاج الى 7، فراح اخذ هذا اللون، والله كريم. يلا نطلع. طبعا شباب اشتريت 7 كلفني 188 يورو، يعني تقريبا 270 ألف دينار عراقي، بس لو ما عليه تخفيض كان يعني تقريبا اكثر من 350 يورو، بس هم زين عليه تخفيض، يعني الواحد من هذا يكلف 73 يورو فاصل 77 سنت، بس عليها تخفيض انطوني 26 يورو فاصل 89 سنت. حلو، فراح اخليه بالسيارة ونرجع. بالنسبة اللي يريد يخزن المي مع المطر، هذا البرميل سعره 78 يورو. هاي الحنفية عندهم. يلا خليته بالسيارة وراح نرجع للبيت. وهسه مثل ما تشوفون ازدحام، يعني اجيت ازدحام وهسه رايح من ازدحام. شنو السالفه ما ادري، اكو محطه مال باصنا يا ابو يوم السبت دائما هيك ازدحام، يعني الناس تطلع تسوق، تطلع مثلا تروح مطاعم، تسوق هناك ومركز المدينه، يعني الاسعار حسب المحل حسب المدينه. اقول انه يعني هوايه محلات مثلا مغاربة أدراك يبيعوها بأرخص، وحتى تقدر تأخذها بدون ما تدفع الضريبة، يعني مو على الفاتورة. هنا ازدحام لحد ما توصل إلى الإشارة الضوئية. أنا صوجي ليش جيت هاي الطريق، كان أكو غير طريق. هاك تفضل، يلا حالي حال الجميع. هاي خلصنا من الازدحام وراجعين للبيت. هاي الطريق ماكو ازدحام، عجيب والله. وهسه وصلت البيت، راح اروح اشوف لكم الشغل اللي جاي نسويه بالصالون. اشوف لكم الشغل اللي جاي نسويه هنا بالصالون. طبعا مثل ما انتم شفتوا قبل ما كانت هيجي. اول شيء خلينا عازل يعني تقريبا 20-25 سنتيمتر، وبعدين خلينا الجبروك هاي اللوحات الخشبيه، وبعدين مثل صبغ ابيض اعتقد اسمه جاص ما اعرف بالضبط، وبعدين راح نصبغ نسوي ديكور والاضاءه وشغلات، يعني تقريبا صالون جاهز. هذا هميرات الشغل ابوي راح يسويه بطريقته مثل ما تشوفون. الصالون مثل ما تشوفون هاي الصالون الاول، هناك الصالون الثاني. انتم شفتوا انا جبت لامينات،
يعني من المحل غامة اشتريته، وراح نخليه فوق هذا يطلع أحلى، يصير جديد. فهذا صالون وهذا صالون، طبعا هذا الصالون راح يكون أكيد أحلى، نسوي القاعدة العربية، وهذا بالشتاء راح نجيب حطه من شغلة، خلي الشاشة هنا، وبعد يراد الإضاءة والبردات، هاي سوالف البسيطة وتكمل البيت بالكامل بعد تعب سنتين، وأخيرا إن شاء الله راح يكمل. تعرفون واحد من يشتري بيت يعني مثل ما قلت يراد له شغل، يراد له صبر، خاصة إذا واحد يشتغل 5 أيام وبس سبت وأحد عندك، فتسوي بطريقتك وبراحتك. فحبيت أشوف لكم هاي المعلومات، وبعد راح أسوي فيديو إن شاء الله من أكمل بالكامل مع خلينا نقول مع البردات مع الإضاءة، من يكمل كل شيء نشوف آخر فيديو. وإذا عندكم أي استفسار تبون بالتعليقات. وهذا الجو في بلجيكا اليوم مطر برد، أجواء الخريف، اشتعل الأبواب، وأنا بعد شوية لازم أروح للشغل. فوصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك والمشاركة، دعم القناة، وبنفس الوقت حتى الكل يستفيد. تحياتي.